أهم شيء هو أولا الكشف، كشف ضحايا التجارة البشر، لأنه هي جريمة التجارة البشر هي شغلة يعني ما بتنشاف، يعني شغلة. ثانيا هو التشخيص شغلة مهمة كتير، لأنه هي الجمعيات اللي فيهم يتكشفوا ويشخصوا بالتجارة البشر. والمهم في هذا المشروع هو الدعم، أكيد التضامن، وأكثر شيء هو العلاقات مع المؤسسات العامة في المغرب، في أكادير، وفي كل مدينة، مدينة المشروعات يلي بها المشروع. جريمة تجار البشر بالمغرب هي جريمة اليوم ومن بعد القانون 2016. شغلي الدولة هي حبة كتير يعني تفوت بجو مكافحة، ولكن هو المشروع اليوم مخصوص في التجارة البشر من خلال العمل. يعني في أكيد استغلال الجنسي وغيرهم، بس نحن يعني مخصصين بالتجارة من خلال العمل. وهو بالمغرب يعني نحن جمعية فرنسية لم نعرف شو هو السبب والأسباب في المغرب، ولكن مشان هيك فتنا مع جمعيات مغربية من شان التعرف المغربي. ونحن يعني اللجنة الفرنسية هي صار لها 25 سنة بالموضوع، ولكن في يعني نفوت ب محل يعني تبادل التعرف من الخبرة. يعني إن شاء الله نشوف بعضنا يعني من خلال الاستغلال في خلال العمل، بعد ما في أي قضاء بالمغرب، ما في حكم بعد. إن شاء الله مع هالمشروع فينا نفوت بجو يعني شيء بمكافحة التجارة البشر. يعني لحد هلا ما فينا لك. صراحة يعني بفرنسا الشغلة مش هونيك أحسن، يعني من سنة 2013 في بس 7 حكومات كرمال التجارة البشر من خلال استغلال العمل. يعني وهذا الشيء يعني بعيد عنا بشي في فرنسا. ما مشان هيك أنا أقول إن شاء الله يعني الشغلة تفوت، يعني تمشي تزبط في المغرب.